بدأ معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني بنسخته الرابعة فتح أبوابه أمام المهتمين بالقطاع الحيواني من عارضين وزوار من داخل البحرين وخارجها. في طبعته الرابعة ومع ما سبقها من نسخ ماضية، يحل معرض البحرين الدولي للإنتاج الحيواني بحلته الواثقة ليفصح عن طبيعة ما تحظى به المملكة من وفرة لثروة حيوانية تستقر معها مؤشرات سلم الأمن الغذائي وربما تأخذ بنفسها صعودا. طبعا المعرض في عدة أنواع من الحيوانات، عندنا قسم الأبقار يتكون من 8 سلالات من الأبقار، عندنا قسم الأغنام يتكون من 10 سلالات، عندنا قسم الماعز ويتكون من 11 سلالة، عندنا قسم الخيول وفي عندنا 15 فصيلة خيلية موجودة عندنا في المعرض، عندنا قسم الجمال، عندنا قسم الطيور يتكون تقريبا من 15 نادي للطيور، كل نادي فيه عدد مختلف من أنواع الطيور، من الحمام، من الببغاوات، من طيور الحب، من الزبرة، من الدجاج بأشكال متنوعة. فالمعرض يعني متكون من خليط من الحيوانات الموجودة في مملكة البحرين. 1000 مشارك قدموا أنفسهم عبر ما يمتلكونه من طيور فريدة أليفة وأخرى جارحة. هذا لأن بعض الطيور المتكلمة الأمازون قليلة في البحرين، عدد المفرخين فيهم قليل، بس في مربين وهو كثيرة في البحرين. المكان دي الفسيح حق العرض، ومجموعة من الناس اشتركوا فيه من جميع الأنواع، طيور حيوانات من كل الأنواع اللي عندهم المربين. احنا اليوم عندنا في هذا التجمع كمشاركين في معرض مراعي 2018 عندنا قرابة 600 طير اليوم بمشاركة ما يقارب 120 عارض. الحمد لله مشاركة الشباب من إنتاجهم المحلي فقط والإنتاج خاص فقط ب 2017 محدد، من باب التأكيد على فكرة المعرض هذا وهو معرض الإنتاج الحيواني. أغلب أنواع الطيور طبعاً الطير الفوطة، عالمياً اسمه جاكوبين بس إحنا في الخليج بنسميه الفوطة يعني، فهو تقريباً أجمل طير. إحنا عندنا مجموعة فصائل أصلية كلهم متنوعة، مثلاً عارضين منهم مجموعة مو بكل الفصائل، مثلاً هاي يسمونها هايلاند أو سكوتش فولد لونج هير، هاي يسمونها سكوتش فولد شورت هير، شوف الأذون مطوية. اوكي هني عندك اكزوتيك يشابه الشيرازي او البرجن بس الشعر كله قصير، او ممكن يمنه طويل، بس هاي الفرق بينه وبين البرجن انه ممكن يكون شعر قصير. هني عندك المين كون، هاي اكبر فصيله حجما في كل فصائل القطاوه، ممكن الذكر يوصل ل 20 كيلو جرام، اوكي النثيه شويه اقل في الحجم. عندك بعد هني البريتش شورت هير، هاي كلها شعر قصير. عندك هني اللي يسمونه هيميلين، هاي ديفيجن من الشيرازي او البرجن، وفي بعض منظمات عالميه ممكن تعتبرهم فصيله واحده او تعتبرهم فصيلتين مختلفين تبعا على المنظمه اللي بتنظمهم او بتصنفهم. و90 عارضا محليا اوعزت لهم رغباتهم تقديم منتجاتهم عبر بوابه هذا المعرض الذي جذب لهم ميزات بالجمله سيظفرون بها عن طريق مشاركتهم فيه. تأتي في مقدمتها تلك التسويقية منها. أنا والله جاي بالأغنام مالي هنا حق التسويق، نسوق ونبيع منهم ونتعامل في المعرض، ويجون الناس يشوفون الحلال ويشترون الحلال. التسويق هم تسويق هم مشاركة حق الجماهير يشوفون، وأنا مو أول سنة أشارك، كل سنة أشارك بأنواع الأغنام، هالمرة مشارك بالفرور، كل مرة أشارك بأغنام ثانية باكستانية ونعيمية وذي، وهالمرة فرور عندي. معرض يعزز من موقع البحرين ودورها في تعزيز الأمن الغذائي ليس على مستوى حدودها فحسب، بل أضحى حدثا استثماريا علميا ترفيهيا وملتقى للباحثين والعارضين على حد سواء. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.